بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زال الكلام موصولا على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، والآية التي بعدها. ونحن بصدد بيان ما نستفيد من هاتين الآيتين الكريمتين، وقد بينا في الحلقة السابقة بعض الفوائد، ونكمل إن شاء الله بقيتها في هذه الحلقة، وهي أنه أيضا يؤخذ من الآيتين الكريمتين أن وجود الكتاب والسنة في المسلمين يقوم مقام وجود الرسول فيهم، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وفي هذه الآية يقول: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فعندنا ما يعصم من الكفر، وهو آيات الله سبحانه التي هي القرآن، والرسول الذي توجد بيننا سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فوجودها بيننا هو امتداد لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنه حي بيننا يأمر وينهى عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من هاتين الآيتين فائدة الاعتصام بالكتاب والسنة، وذلك في قوله تعالى: ومن يعتصم بالله. يعتصم بالله أي يتمسك بدين الله عز وجل، فإن الاعتصام بالكتاب والسنة اعتصام بالله عز وجل وتوكل على الله عز وجل، ففيها بفائدة التوكل على الله، فإن الاعتصام بالله يعني التوكل على الله، تمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأن فائدة ذلك أنه يهدى، أي يدل ويوفق إلى صراط مستقيم، أي إلى طريق معتدل موصل إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الصراط الذي نسأل الله أن يهدينا إياه في سورة الفاتحة، في كل ركعة من صلاتنا نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن أراد أن يهدى إلى هذا الصراط ويدل عليه ويوفق للتمسك به، فإنه يتمسك بالكتاب والسنة، فإنهما دليل على هذا الصراط ونور على هذا الصراط يسير عليه المؤمنون. وننتقل إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تكررت النداءات من الله عز وجل لعباده المؤمنين، مما يدل على أهمية هذه المضامين التي يتضمنها هذا النداء. وفي هذا النداء يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. هذا نداء من الله جل وعلا للمؤمنين، وخصهم بذلك لأنهم هم الذين يمتثلون
ويصغون إلى نداء الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله حق تقاته، هذا أمر بتقواه. والتقوى في الأصل أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتكره وقاية تقيك منه. ومعنى قوله اتقوا الله أي اتقوا غضبه واتقوا عقابه، وذلك لا يكون إلا بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الذي يقي من عذاب الله ويقي من النار. وقد فسر العلماء رحمهم الله التقوى بأنها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله. هذه حقيقة التقوى. والله جل وعلا أمر بالتقوى في آيات كثيرة وبين فوائدها وما رتب عليها من خيرات الدنيا والآخرة، فهي جماع الخير وهي عنوان السعادة. وهنا يقول حق تقاته. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى حق تقاته، فقيل معناه والله أعلم حق تقاته كما قال ابن مسعود هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا حق تقاته سبحانه وتعالى، ولكن هذا مقام لا يصل إليه أحد، هذا صعب. حق تقاته إذا فسر بهذا أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، هذا لا يناله أحد من البشر إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما بقية الخلق فلن يصلوا إلى هذا المقام العظيم، حتى قال بعضهم إن هذا من التكليف بما لا يطاق. ولهذا لما نزلت هذه الآية أشكلت على بعض الصحابة، قالوا ثم نسخت بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فلما شق عليهم هذا الأمر نسخ الله ذلك بقوله في الآية الأخرى من سورة التغابن فاتقوا الله ما استطعتم، فتكون آية التغابن ناسخة لهذه الآية. والقول الثاني أن آية التغابن مفسرة لآية آل عمران اتقوا الله حق تقاته أي بحسب استطاعتكم، وهذا هو الصحيح أن آية التغابن مفسرة ومبينة لهذه الآية، وأن من اتقى الله حسب استطاعته فقد اتقاه حق تقاته. وهذا القول أصح، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن ولله الحمد. فتفسر هذه الآية بآية التغابن. ثم قال جل وعلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا نهي من الله لنا أن نموت على غير الإسلام. وهل نحن نملك أن نموت على الإسلام؟ هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن المراد والله أعلم المراد الاستمرار على طاعة الله وعلى التمسك بدين الله حتى يوافينا الموت ونحن على ذلك. لأن الإنسان إذا عاش على طاعة الله وعلى ملازمة الحق فإنه يختم له بخاتمة السعادة. وهذا كما جاء في سورة البقرة عن يعقوب عليه السلام أنه قال لبنيه
يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيكون المراد من الآية أن الإنسان يتمسك بدينه ويبتعد عن المعاصي، لأنه لا يدري متى يفجأه الأجل، فإذا كان على طاعة الله ختم له بالخير ووافاه الموت وهو على الطاعة، وإذا كان على المعصية ربما يفاجئه الأجل وهو على معصية الله فيختم له بخاتمة سيئة. يكون المراد من الآية الحث على ملازمة الطاعة والتمسك بالدين حتى إذا جاءه الموت إذا هو مسلم. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولجميع المسلمين الختام والوفاة على الإسلام، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.